السلام عليكم. السلام عليكم. نحن هذو معتصمين هو في هذا المسجد، قالوا له الشيخ الرضا باني وباني ظهر مانو لا فوت. نحن هذو العائلات القاعدات هون كامل كلها عنده شمن شاشره الضحايا، كل واحد عنده شاشره يتامى ولا فيها حتى عنده بيت راح يسكن فيها، والناس ما تاتك تكري ما تاتك تقاوم هاو سنتين وفاو ولا تحد قاعد يقاوم، ودنا متشردين ما تنعرف بيت يقعدوا فيها، وطالبين من 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 الرئيس عبد العزيز يمشي عن هاي الازمه. ليش كلهم شغل مخيطين وعلى حالة مشكله بقاتلوا مشكله اكبر من مشاكل قد خاض بها التاريخ، ومسلم على عبد العزيز قال على ان هذا العهد اللي مشى عنا فيه ما قد هون مر على رئيس اي ثاني خاطبه جعل من رؤساء ما قد خلق لهم نظل اللي واكل ممتلكاتنا وعلى عينه وما اسمع منه تحت قياته ودولته مخلي شيخ الرضا لص المتلصص كان ممتلكات شيء من الشعب ما صدمه، اعلن هذا خطير واعلن تدخل كارثه. وذاك راعينا واقفين على قاعد على قدره وقاعدين في المساجد. لا تنا عند البارح ابتطينا البارح ابتطينا علياتنا، واليوم هذا ما تنا لا تخلق كل الارواح. ذاك يوم رقنا شيخ الرضا وعطينا فضلتنا ولا رجعنا ديارنا ولا لا تخلق ملحمه هون لا تبقى ولا ترى. وهذا اللي عندنا العلماء وقال له قضاه وقال له الرئيس والرئيس اللي جاي ما زال شيء. وهذه الرساله يوم كنا شاكر من الرجال اللي باتوا يلفوا فينا، شاكر من دولتنا تحمينا رست علينا بطل عليات العبيد اللي بطلوا شنو اليتامى وشنو الارامل اللي حشمنا الله
تنسون الخلق المريض ودي طلعت له تنسيف، وهذا حقيقة يلا حد شافه ويكتب عنه ويتكلم عنه يقول انه حرام، يقول انه ما يتوسع. انت ما دا ساكت ما تاخذ يا ساكتين، هذه العلايات اللي انتقطوا البارح لحشر الله وخلاهم طرحة في الطب باطينهم الصنادرة، هذا حرام ولا يتوسع؟ هذا شيء يوكم على المواقع، يوكم على المواقع قاموا فيهم يشوفهم. وواحد اخر شاكر يقر دار وبيت قاع متعرف اطمع علينا قاع Thank you.